مرحبا بكم مجددا في لقاء جديد إن شاء الله، وتكون معلومة جديدة، ونتمنى إن شاء الله نكون فدناكم بها. وشعارنا هو مفيد ومستفيد كذلك، لأن ملي كنقلبوا على المعلومة فكذلك حنا ماشي انتم بوحدكم اللي كتستافدوا، ولكن حتى أنا كنستافد ملي كنقلب وكنبحث على المعلومة وكنوصلها لكم. تحياتي لكم جميعا إخواني. اليوم غادي نتكلموا على واحد الأكلة أو على واحد النوع ديال الخضروات اللي هي مهمة جدا. هذه النبتة طبيعية فهي خارقة، لأنها توفر العديد من المنافع بالنسبة للطيور ديالنا. هذه النبتة هي غنية بالمواد الكبريتية، يطلق عليها بالنسبة للاسم المعروف به المتداول في المغرب بالشفرول أو القرنبيط أو الزهرة. وكانوا الأطباء ديال العرب كانوا كيعتمدوا عليها في قتل الدود وتلحيم الجروح، وكذلك قتل بعض الأورام أو القضاء عليها. يعني الاستعمال ديالها في القديم، الناس كانوا كيستعملوها، كانوا كيخلطوا هاد الشفرول مع العسل، وكيستعملوه لإزالة كذلك البحة وإعادة الصوت بعد الانقطاع ديالو. كذلك كيصفي الذات من السموم، وممكن لذلك نظرا للمنافع الكثيرة اللي كيتوفر عليها هاد النبتة أو هاد النوع ديال الخضر ديال الخضروات، فكنستعملو كذلك للطيور ديالنا، كنقدمو للطيور ديالنا بعدة طرق وكيستافدو منا. حتى الطيور تبارك الله انهم كتعجبهم المذاق ديالو. هاد النبتة هادي ذكر اسمها عند المصريين القدامى وكذلك الإغريق والعرب، وذكرها الأطباء اليونانيين الخصائص ديالها الطبية المتنوعة. هيا بنا كاملين أننا نتعرف على هذه النبتة أكثر. هاد النبتة هادي كتكتمل الدورة ديال الحياة ديالها في موسمين مختلفين، كما أنها كتحمل درجة الحرارة المنخفضة، يعني أنا في وقت الشتاء ما كتضررش بالحرارة المنخفضة وبالبرد الصاخب، ولكن كتصبر لهذه الحرارة هادي كذلك وكتستمر معانا إلى غاية فصل الربيع. يعني هاد القيمة بالنسبة نتكلموا الآن عن القيمة الغذائية ديال هاد الخضرة ديال هاد الشفرول أو القرنبيط، فهو من أكثر أنواع ديال الخضر احتواء على الفوسفور، وكيحتوي كذلك على سعرات حرارية قليلة، إذا ما كتضرش الطائر، وكمية كبيرة من الماء، بروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الألياف، الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكولين، فيتامين ك، فيتامين أ، فيتامين سي، فيتامين بي 6. هادشي كل شيء هاد المحتويات اللي كاينة في هاد الخضرة كيجعلنا أننا نعطيوها للطيور في وقت البرد، لأنها كتمكننا من تدفئة الطيور. من الفوائد ديال القرنبيط او الشفرول كذلك انه كيساعد على تقليل الوزن، لانه اذا هذوك المتاوي ولا دوك الذكوره اللي كيجمعوا الشحمه، هذا مع الكولين اللي كاينه في هذا القرنبيط انه كيجعلهم انهم يفقدوا هذيك الشحمه وينتازوا بصحه جيده وما كنلقاوش مشكل معاهم
لا بالنسبة للإناث ولا بالنسبة للديكور في مرحلة ديال الإنتاج. يحتوي كذلك على الألياف اللي كتساعد على بطء عملية الهضم، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة أطول. يعني أن الطائر ملي كياكل هذا القرنبيط كيصبر على الماكلة، يقدر يصبر على الماكلة واحد المدة، نص نهار، المهم أنه ما كياكلش بزاف، كيشبعو كما كنقولو. ومن ثم المحافظة كذلك على الوزن ديالو. كذلك كيساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، وكيساعد على تنقية الجسم من السموم والتخلص منها، ما كتكونش كيقلل من الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية. لأن الكثير من الطيور اللي بعض المربين كيلقاو نتوى طاحت مات ما بيها ما عليها، راه عمرها مرضات، حتى كيلقاها ميتة في العش ولا ميتة في القفص، لا الذكور ولا الإناث، هذوك كتكون عندهم سكتة قلبية وسكتة دماغية. كما قلنا انه كيحسن امتصاص الكالسيوم، وكيساعد على تقوية العظام، الفيكساسيون ديال الكالسيوم في العظام. ما نساوش بانه كيقوي وكيزيد النشاط ديال الجهاز المناعي، مما كيجعل ان الطيور كتكتسب واحد القوى ضد هاد القوة ضد الجراثيم والميكروبات. وكيساعد كذلك بما انه في فيتامين ا، كيساعد على تفادي الاصابة بالعمي والشبكة ديال العين انه ما كتصابش، كيساعد على ارتفاع على خفض ضغط الدم. حتى بالنسبة للطيور كذلك كيحسن من انتاج الكولاجين اللي هي مهمه بالنسبه للريش ديال الطائر. هذا كله كيجعلنا اننا نحاول اننا نعطيو للطائر الطيور ديالنا هاد الشيفرول هذا، ونوعوا ليهم شويه بالخضر كذلك. كيساعد كذلك على تحسين الدورة الدموية ونمو الريش بطريقة سريعة. إذن هذا الشيء كامل مهم، وهذا المنافع كلها ما خصناش نبعدو عليها، وكنعطيوها بطريقة اللي هي طبيعية بتقديم الشفرور أو القرنبيط والزهرة للطيور ديالنا. فهذا ما كان، وتبارك الله عليكم، وإلى اللقاء في حلقتين إن شاء الله الجاية إن شاء الله بإذن الله. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.